ولنقاش ملف الإجراءات الأوروبية الأخيرة التعسفية ضد المسلمين ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين العضو السابق بالبرلمان الألماني دكتور جمال قرصلي. أهلا بكم دكتور. أهلا، مساء الخير. دكتور، إن كنت تسمعني، وبعد القمة الأوروبية المصغرة التي عقدت أمس صرحت المستشارة الألمانية بأن ما يجري في أوروبا ضد الإسلام والمسلمين ليس نزاعا دينيا. إذا لم يكن كذلك كيف يمكن توصيفه؟ نعم، نحن نعرف هذه القمة المصغرة ويقف وراءها الرئيس الفرنسي ماكرون، والذي حقا يطلب النجدة من الدول الأوروبية الأخرى، لأنه يعرف الآن وصار في موقف دفاعي، وأن المقاطعة للبضائع الفرنسية من العالم الإسلامي أتت بأكلها، فهو يبحث عن من يساند في هذه النقطة. طبعا وعندما قالت المستشارة هذا الكلام، أنا متأكد أنها لا تقصد لا الإسلام ولا المسلمين، تقصد بذلك الإرهاب. وهذا الشيء الكلام أكده وزير الداخلية الألماني يوم البارحة عندما كان مؤتمر الإسلام هنا في ألمانيا، بأن الموضوع لا ليس موجها ضد الإسلام والمسلمين، بينما هو موجه ضد الإرهاب. طبعا نحن كمسلمين نحن مع محاربة الإرهاب، نحن مع قتل الناس الأبرياء، نحن ضد قتل، يعني محاربة الذين يضربون الأبرياء، نحن ضد الناس الذين يحرقون بيوت اللاجئين، ضد الذين يعتدون على الجوامع ومقدسات المسلمين. فلذلك نحن مع هذه الفكرة، ولكن علينا أن نسمي الأمور بمسمياتها. وأنا أقول دائما الدين الإرهاب لا دين له، إن كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا. فلذلك علينا أن نضع حقا ونحدد مصطلحاتنا. ونتصور المستشارة ممكن لا تقصد بذلك ومحاربة الإسلام أو المسلمين، بينما تقصد هو محاربة الإرهاب بذلك. في هذا الصدد دكتور، بالحديث عن مصطلحات، إلى أي مدى يمكن إدراج مثل هذه المصطلحات في خانة التصريحات التي تتضمن مصطلحات جديدة وفضفاضة تستهدف دوما فئة بعينها وهي المسلمين بتهم الإرهاب؟ طبعا نحن علينا ان نقول للمجتمع المصطلحات الصحيحه، وان لا نضللهم، ونبين الامور، ودائما ان نقول ان الاديان كلها تدعو الى التسامح، تدعو الى 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 السلام. فلذلك لا يوجد دين ارهابي، وعلينا ان 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 نعمل كذلك، وان لا نحرض ولا نستخدم المصطلحات الخاطئه، لان ذلك سيؤجج مشاعر المجتمع ويزيد التوتر ويهدد السلم الأهلي في المجتمع، ونحن طبعا بغنى عنه. فلذلك على المسؤولين في أوروبا وفي كل العالم أينما كانوا حقا أن يضبطوا مصطلحاتهم. عندما لا تكون مصطلحاته صحيحة، فأنا متأكد ستكون الأفعال كذلك ليست صحيحة، وهذا ربما يأتي بنا إلى ظروف كارثية سنعاني منها جميعا، وفي الدرجة الأولى سيعاني منها المسلمون بشكل عام، لأنهم حقا هم الفقر الأضعف في هكذا مجتمعات. كيف تفسر حملة المداهمات الأخيرة في النمسا للمساجد والجمعيات واتهامها بالإرهاب وغسيل الأموال؟ هي طبعا هذه للأسف دائما تحصل، ونحن عشناها في أيام هيلموت كول كثيرا، وكان هناك وزير داخلية ألماني اسمه مانفريد كانتر، كان كل أسبوع يقوم بمداهمة الجوامع والمراكز الإسلامية، ولكن كان يوضح في الأخير بأن المداهمات يقومون في المداهمات في البداية، ولكن في النتيجة كان لا يخرج منها ولا شيء، ولا يتم محاكمة أحد أو كذا. هي كان نوع من التهريب أو من نوع من التحذير للجوامع، للمجتمع الإسلامي. طبعا هذا هو كله خاطئ، ليتهم يقولوا ماذا حصلوا بالنتيجة، لا يحصلوا في النتيجة. ونحن علينا كمسلمين كذلك علينا أن نتقيد بقوانين الدول التي نعيش بها، وعندما نكون متقيدين بذلك ونلتزم بذلك فليعملوا ما يعملوا ويداهموا ما يداهموا، ولكن ستكون النتيجة كما كانت في أيام هيلموت كول، كذلك ستكون النتيجة يعني كما يقال صفر على الشمال وبدون أي فائدة. اقترح رئيس المجلس الأوروبي إنشاء معهد لتدريب الأئمة المسلمين في أوروبا، ما الهدف من هذا المقترح ومدى أهميته خاصة في المرحلة المقبلة؟ طبعا نحن نعلم بأن هنا الآن الجالية المسلمة في أوروبا الآن 53 مليون، وفي كل دولة
لدينا في ألمانيا في حوالي 5 مليون مسلم، في فرنسا 6 مليون مسلم. نحن حقا نحتاج إلى مدرسين في المدارس، أو نحتاج إلى أكاديميات ومعاهد لتخريج المدرسين والمدرسات لكي يعلموا الديانة الإسلامية في المدارس الألمانية أو في المدارس الأوروبية بشكل عام. وهنا الفكرة أن يكون هؤلاء المدرسون أن يكونوا من خريجي المدارس والمعاهد الأوروبية، لأنهم للأسف في بعض الأحيان يأتوا حقا مدرسين من دول أخرى، ولكن لا أحد يعرف ما هي خلفيتهم وماذا تعلموا. فالمجتمع الأوروبي يريد أن يكون هؤلاء الذين يربون الأجيال أن يكونوا قد تعلموا في المدارس الأوروبية، ولكي يعلموا الأجيال القادمة، لكي لا يكون هناك ربما بعض الأمور التي لا يمكن مراقبتها أو السيطرة عليها. في سابقة من نوعها تم توقيف 4 أطفال مسلمين في فرنسا على خلفية دينية واستجوابهم عن رأيهم في الصور المسيئة. باعتباركم نائب سابق في البرلمان الألماني، لأي مدى يتوافق هذا الإجراء مع الحريات المكفولة في الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان؟ طبعا هذه حقا هي بلطجة الدولة، وربما هذا استخدام القوة المفرطة، وهذا الصور نوع يثبت بأن نوع من اليأس الذي وصلت إليه هكذا أنظمة أو هكذا أجهزة أمن في دولة مثل فرنسا أن يستجوبوا أطفالا في العمر 10. هذا حقا ما ذكرني بما قام به نظام بشار الأسد في مدينة درعا عندما اعتقلوا الأطفال بعدما كتبوا على جدار المدرسة جاك الثور يا دكتور، والتي فجرت الثورة السورية. وهذا واضح بأن لا المدرسة تعطي تصريحات للصحافة ولا الشرطة التي قامت بهذا العمل تعطي تصريحات للصحافة، أن موقفها مخزي ومعيب. وأنا أصور هذا وهذا دليل بأن عندما ماكرون وأمثاله يستخدمون مثل هناك مصطلحات ضد الإسلام، فربما ستقوم الشرطة بهكذا أعمال. فعلى القادة في هذه الدول أن يلتزموا بما يقولونه، لأن إن عملوا خطأ فإنما الخطأ سيكون له تأثيرات كارثية كما حصل مع الطلاب المسلمين في فرنسا. شكرا جزيلا لكم دكتور جمال قارسلي، العضو السابق في البرلمان الألماني، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين.